العبور بمهارة، كرة تمشي باتجاه الحارس، هدف مبكر وفتح التسجيل، أشعلوها منذ البداية، هدف من الرمية الأولى. أوبا بابا 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 الكرة ترجع من قائم. تبارك الله عليه، لا يتوقف عن الجري أبدا مطلقا. الحارس وقف الكرة. يبدل الكرة على اليسار من اليمين. من حسن حظ الحارس موجود القائم. ممكن يسجلها. حقيقة لا أدري هنا عبد الله، هل هو لاعب كرة قدم أم عداء؟ بسرعة. كرة تتوقف الطريق إعجازية. شوف السدة، شوف البارات. تبارك الله عليه، لا يتوقف عن الجري أبد. كانوا يتطلعون لهذه الفرصة بهدف يفتح المباراة.